معرض سوق السفر العربي هو أكثر من مجرد معرض تعرض فيه شركات السياحة والطيران خدماتها السياحية. معرض سوق السفر العربي أصبح بمثابة ملتقى يجمع ثقافات العالم، حيث تستغل المؤسسات الحكومية السياحية هذا الحدث في عرض ما لدولتها من تاريخ عظيم وحاضر يبهر كل من زارها واستمتع بجمال طبيعتها الخلابة. احنا هنا في هيئة السياحة والثقافة الماليزية نشارك في هذا المعرض منذ 23 عاما، وهذا إن دل على شيء فيدل على مدى فعالية هذه المنصة الثقافية والسياحية للعالم كله وليس للإمارات فقط. الحقيقة أنه إذا عملنا نظرة سريعة على إنجازات هذا المعرض بالنسبة لماليزيا، بدأنا من 2001 ب7000 سائح، واليوم وصل 27 مليون سائح، وأيضا هناك هدف لزيادة هذا العدد إلى 36 مليون سائح في 2020. يشارك في الدورة الحالية من معرض سوق السفر العربي أكثر من 420 جناحاً رئيسياً تمثل 86 دولة، وأكثر من 100 عارض مشارك للمرة الأولى، وسط توقعات بأن يتجاوز زوار المعرض أكثر من 26 ألف زائر على مدى 4 أيام. الATM في دبي أصبح اليوم ما هو مهم فقط لمنطقة الخليج، ولكن تعدى منطقة الخليج، أصبح مهم للعالم الإسلامي والعالم العربي والعالم الأوروبي كمان. اليوم إحنا بنقابل شركات التقنية من أفضل البرامج التقنية تعرض في هذا، نتعامل مع أكبر الشركات السياحية يلي تفيدنا في الانباوند والاوتباوند، نقابلها في الATM هنا. أصبح أحد أهم القنوات التسويقية في المنطقة هو الATM في دبي. سوق السفر العربي نجح خلال السنوات الماضية في النمو وتعزيز مكانته كأكبر فعالية متخصصة في قطاع السفر والسياحة في المنطقة، وكأحد أكبر المعارض من نوعه على مستوى العالم، ذلك بعرض الوجهات السياحية العالمية والإقليمية المتنوعة والمعالم السياحية الخلابة ومسارات الطيران الجديدة.